بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول كيفية إقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم بإذن الله تعالى، وأن ذلك متوقف على أسس، أحدها التوعية والثاني التنظيم والثالث أصول الحركة العامة التي يجب مراعاتها قبل الحركة ومع الحركة وبعد الحركة، وقد ذكرناها في حلقات. وهذه الأيام الكلام حول الأساس الرابع، وهو السلام، بأن يتبنى القائمون بالحركة السلم العام: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وإنما يكون غير السلام ضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. قد ذكرنا في حلقات سابقة سلم رسول الله مع الأعداء ومع الأصدقاء، مع الأقرباء ومع الغرباء، كما ذكرنا سلم علي عليه الصلاة والسلام: والرسول وعلي أسوة لنا كسائر الأنبياء وسائر المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فاللازم أن نتخذهم أسوة، سواء كنا في مقدمات الحكم أو وصلنا إلى الحكم بإذن الله تعالى. وهنا سؤال يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان معصوما ولا يسأل عما يفعل، لكن تكليفنا غير تكليفه، لأننا نرى أن رسول الله أبقى على جملة من المنافقين مما سببوا بعد رسول الله مشاكل. فإذا كان قتل رسول الله أبا سفيان ومعاوية يوم الفتح، لم تقم الدولة الأموية التي أطاحت بالإسلام جملة وتفصيلا إلا عن ظواهر، وسببت مشاكل للمسلمين بما لا تعد ولا تحصى. وهكذا إذا قتل علي يوم البصر مروان، لم يبق حتى يصل إليه الحكم ويسبب هو وبنوه مشكلات، فلابد أن يكون لنا تكليف. وأما هم فأعلم بتكاليفهم. هذا الكلام يرده أولا أن النبي والإمام أسوة، والأسوة يجب أن يتبع سواء عرفنا المصلحة في عمله أو لم نعرف المصلحة في عمله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله: ما أعطاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ويسلموا تسليما. هذه من الناحية الاعتقادية الشرعية. أما إذا جئنا إلى الناحية التاريخية والعقلية فنرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان قتل أبا سفيان وأضراب أبي سفيان لم يقم للإسلام عمود ولا خضر له عود، لأنهم كانوا يقبرون الإسلام في مهده. النبي إنما دار مداراة لأجل الإبقاء على الإسلام، لأن أبا سفيان لم يكن وحده، وإنما ألف أبا سفيان كان في الجزيرة العربية، فقتل منهم 10 و20 و30 و50 و100، وحتى إذا قتل 1000 هل قام للإسلام عمود؟ كل واحد منهم له أقرباء وأصدقاء وعشيرة وقبيلة وما إلى ذلك. هؤلاء كانوا يقومون ضد الإسلام وكانوا يقبرون الإسلام في مهده، ولم يكن كنا سمعنا حتى باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما لم نسمع باسم كثير من الأنبياء. كيف؟ لأنهم قتلوا. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، كما في القرآن الحكيم، مما يدل على أن جملة من الأنبياء قتلوا. فالرسول رأى الأمر دائرا بين الأهم والمهم، هل يدع المنافقين ويبقى الإسلام ولو يكون على الإسلام مشكلات؟ إن الزمان كفيل بتصفية المشكلات، كما رأينا ذلك إن الزمان صفى بني أمية وجعلهم في خبايا التاريخ. هل هذا أفضل؟ أو كان الأفضل يجر سيفه ويقتل ويقتل حتى تقوم العشائر ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقتلون النبي وأصحابه الخلصين ولا يبقى من الإسلام اسم؟ وكذلك فكر علي عليه الصلاة والسلام بأن أيهما أفضل، هل يبقي على مروان وأضرابه وهم كثيرون كما نعلم، أو أن يجر سيفه ويقتلهم؟ فإذا كان قتلهم كانوا قاموا ضد الإمام عشائرهم وأقرباؤهم وأصدقاؤهم وساعدهم الروم، يعني ساعد المناوئين الروم، واشتث جذور علي، وباشتثاء جذوره يجتث جذور الإسلام، ويكون الإسلام دينا منحرفا كالمسيحية واليهودية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، كما في القرآن الحكيم. أو الأفضل الإبقاء على هؤلاء وإن أساءوا للإسلام، لكن فقد الوصف في مدة أولى من فقد الوصف إلى الأبد. وهكذا كانت خطة الرسول وخطة علي عليهما الصلاة والسلام خطة حكيمة إلى أبعد حد. ولذا نجد أن أحد أصحاب علي عليه الصلاة والسلام يصف عليا في كلام الله، يقول: كان والله بعيد المدى شديد القوى
يعني أنه ينظر بعيدا بعيدا، وهذا ما نراه الآن بعد 1400 سنة تقريبا. علي يعتقد به أكثر من 1000 مليون، 1000 مليون منهم مسلم، وغير المسلمين كالمسيحيين وبعض اليهود ومن أشبه أيضا يعتقدون بعلي. بينما ذهب الأمويون والعباسيون ومن إليهما في خبايا التاريخ، حيث لا يذكرون إلا بذنب. وكذلك بقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب الذين ناوؤوه كأبي جهل وأبي سفيان وأبي لهب إلى زوايا التاريخ. فمن فوائد السلام البقاء الدائم، وحتى أنه إذا عرضت حناة في أثناء الطريق الحناة تذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كما يقول الله تعالى في القرآن الحكيم. وكذلك للباطل جولة وللحق دولة، وستبقى دولة الحق وستذهب دولة الباطل، وكما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم أنه فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وفي آية أخرى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل أيام قلائل. السلام من فوائدها بقاء السلم والمسالم والسليم، وبقاء موازينه وقوانينه وضوابطه ومناهجه، بينما غير المسالم والملائم هذا يطوى، حتى إذا فرض أن الحق معه 100 في 100. ولذا الرسول قال كلما نزل جبرائيل أمرني بمداراة الرجال. في التاريخ القريب نشاهد أن ستالين وهتلر وموسوليني ومن أشبه هؤلاء جنحوا إلى العنف، وكذلك في العراق ياسين الهاشمي، وفي إيران الفهلوي، وفي تركيا أتاتورك وأضرابهم، وكلهم قد ذهبوا. أما ستالين فأخرج من قبره وأحرق، ودمرت المبادئ الستالينية. وأما هتلر فقسمت بلاده إلى اليوم، قسم بيد الأمريكيين وقسم بيد الروسيين. وموسوليني صارت بلاده فوضى واضطرابات، ومحل الماسونية والألية الحمراء والقتل والاغتيال والسرقة وما أشبه إلى هذا اليوم ما يقارب 40 سنة. وفهلوي الأول بعد هو وقتل في جزيرة موريس، وياسين الهاشمي بعد عن العراق وقتل، وأتاتورك قتل، بالإضافة إلى أنهم صاروا لعنة التاريخ، ذهبوا وذهبت مبادئهم، ولم يحفظهم التاريخ إلا للعبرة كما حفظ فرعون للعبرة، وحفظ شداد ونمرود للعبرة بالذين أساءوا، وكما حفظ معاوية ويزيد والحجاج وابن زياد وزياد وهارون والمأمون للعبرة، وأن يكونوا عبرة لمن يأتي من بعدهم،
حتى لا يجنح إلى الدكتاتورية وإلى العنف، فإنما يجنح إلى العقل والحزم والسلام وإعطاء الحريات والنظر إلى الناس بعين المودة والأخوة مسلما أو كافرا، حيثما يقول علي عليه الصلاة والسلام: الناس صنفان، إما أخ لك في دين أو نظير لك في الخلق. وهكذا الله سبحانه وتعالى يعبر في القرآن الحكيم عن المؤمنين والكافرين إنهم إخوة، حيث يقول: وإلى عاد أخاهم هودا. فهود نبي مرسل، والعاد قبيلة كافرة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يسميه أخا، وكذلك في آيات أخرى. المهم على القائمين بالحركة الإسلامية أن يعوا هذه الحقيقة وأن يسبروا غور التاريخ وأن يلاحظوا أحوال الأمم. فسيروا في الأرض، وكما في شعر للإمام أمير المؤمنين: فسافر في الأسفار خمس فوائد. الإنسان ينظر: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، امشوا في مناكب الأرض. الإنسان يسير بجسمه، بفكره، بنظره، ينظر، يفكر، يرى أحوال الأمم الغادرة وأحوال الأمم المعاصرة، أن الجانحين إلى السلام بقوا أعلاما في بلادهم وحتى في غير بلادهم، بينما الجانحين إلى العنف والخشونة والشدة والغلظة هؤلاء ذهبوا ولم يبق لهم من أثر إلا آثار النفرة والابتعاد. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا يغلب قلب الإنسان ولا يغلب عمله الفظ غليظ العمل، وغليظ القلب هو شديد القلب. إذا كنا هكذا نتمكن بإذن الله تعالى من إيجاد تيار عالمي عام لحركة إسلامية صحيحة تكون مقدمة لإنقاذ البلاد من المستعمرين والدكتاتوريين ولإقامة حكم الله سبحانه وتعالى على 1,000,000,000 مسلم، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعل ما فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا كرامة الدنيا والآخرة. وصلى النبي وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.